اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا حول خطبه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الذي رواه الكليني في سابع أحاديث باب جوامع التوحيد وقد ذكرنا القسم الأول من الخطبة وهي في التوحيد في الحلقات الماضية وأما القسم الآخر من الخطبة فهو يتعلق بالرسول محمد صلى الله عليه واله وبامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فبعد ان يحمد امير المؤمنين الله سبحانه وتعالى وبعد ان يصفه بما وصف به نفسه يقول عليه السلام ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق نبيا دالا عليه وهاديا إليه فهدى به من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونال ثوابا جزيلا ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا واستحق عذابا عليما في هذا المقطع يبين امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حق الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وان الله سبحانه وتعالى بعثه لاي شيء لان الله حكيم والحكيم لا يفعل عملا الا اذا كانت فيه مصلحه ولا يترك عملا الا لعدم وجود المصلحه فيه فلماذا الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وواتر بين الرسل إلى أن بعث خاتم الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله بعث خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء هو زينة الأنبياء وهو ختم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ الآيات الشريفة أشارت إلى ذلك وإلى سببه، فقال سبحانه وتعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". فالرسل إرسالها لإتمام الحجة، ولأن يهتدي من هو قابل للهداية. قل فلله الحجة البالغة. الله سبحانه وتعالى يوصل حجته إلى جميع الناس. فلذلك أرسل رسولاً وأرسل رسلاً. إذا الله سبحانه وتعالى ما كان يرسل الرسل ما كانت الحجة بالغة. وحيث أن الحكمة اقتضت أن تكون الحجة بالغة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل. فالحجة تكون بالغة فمن هو قابل للهداية بحسن اختياره يهتدي بتلك الحجة. ومن لم يكن قابلا للهداية بسوء اختياره تتم عليه الحجة. الله سبحانه وتعالى لو لم يكن يبعث رسله اكثر المؤمنين ما كان لهم طريق الى الايمان. والله سبحانه وتعالى إذا ما كان يرسل الرسل كان لغير المؤمنين الحجة أنه أنت لم ترسل لنا رسلاً حتى نهتدي. فلذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وإرسال الرسل بالحق يعني نفس الإرسال بالحق والرسل أيضاً مع الحق. ولذا الرسل معصومون. لماذا معصومون؟ لأنهم أرسلوا لهداية الناس ولإتمام الحجة على المعاندين فإذا هو يخطئ الخطأ ليس بحق فهذا يسبب اتباع الناس لخطئه والله سبحانه وتعالى أرسل الرسول للهداية لا للإضلال وأيضا تفقد الثقة بأقواله وأفعاله إذا هو يخطئ من قال إن هذا الكلام ليس بخطأ؟ أو ذاك الكلام ليس بخطأ؟ فيكون هنا مجال لدخول الأبالسة من الإنس والجن لتشكيك الناس في تعاليم الأنبياء. لذلك الله سبحانه وتعالى عصمهم من الثمار التي تترتب على عصمتهم هو أنه كلامهم يكون طريقا الى الحق دائما ولا يتمكن احد في التشكيك في كلامهم لو واحد شكك في كلامهم هو يكون المدان لان كلامه باطل ودلت على بطلانه الادله العقليه والنقليه فالحجه تتم على الجميع وافضل الانبياء الرسول محمد صلى الله عليه واله فهو المعصوم كسائر الانبياء ويزيد عليهم ان رسول الله محمد صلى الله عليه واله ايضا معصوم من ترك الاولى، المشهور عند المتكلمين ان الانبياء معصومون من الخطا والسهو والنسيان والمعصيه، لكن قد يتركوا الاولى، الاولى يعني الافضل ان يفعل كذلك، مو حرام عليه ولا حتى مكروه، لكن الافضل ان لا يفعله او الافضل ان يفعله، فإذا ترك هذا الافضل يصير ترك الاولى، كما في ادم عليه الصلاه والسلام حسب ما يقول المشهور من المتكلمين ان اكله للشجره كان تركا للاولى، ما كان حرام عليه، لا تقربا هذه الشجره لم يكن نهي تحريم وانما كان ارشاد ولا نهي تنزيه يعني ما كان حتى مكروه لكن الله سبحانه وتعالى ارشده بانه اذا اكلت من هذه الشجره لا يمكنك ان تبقى في الجنه فعندما قال لا تأكل يرشده الى نتيجه الاكل مثل ما الطبيب يرشد المريض انه لا تأكل الحامض هل أمر الطبيب أو نهي هذا النهي تحريم؟ لا، تنزيه؟ لا، وإنما إرشاد، يعني لو أكلت الحامض مثلاً مرضك سيشتد، أو علاجك سيطول، هذا يعبر عنه بالنهي الإرشادي، النهي الإرشادي ليس محرم مخالفته، ولا مكروه، لكن يترتب عليه نتيجة، فالله لأجل تلك النتيجة نهى نهيا ارشاديا لان ادم في الجنه ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى انه اذا اكلت من الشجره تنزل الى الارض ونزولك الى الارض يسبب عليك الصعوبه فتشقى تشقى يعني انه انت في صعوبه راح تكون في الجنه كل شيء لك مهيئ لكن في الارض لازم تمشي في مناكبها. لازم تعمل لازم تزرع لازم تثابر وتبتلى بالامراض تبتلى بالاعداء وما الى ذلك لكن انت في الجنه مرتاح فتشقى يعني فتقع في صعوبه اما في الجنه ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى مثلا ولا شمس موجوده فيها تؤذيك مثلا ولا برد موجود فيها بحيث انه تتاذى فيها فالاولى لادم كان ان لا ياكل من تلك الشجره لكنه اكل من تلك الشجره فالله احبطه الى الارض. بالنسبه الى الانبياء غير الرسول محمد صلى الله عليه واله ليسوا معصومين من ترك الاولى، هم معصومون جميعا الانبياء من الحرام، معصومون جميعا من المكروه، معصومون جميعا من القبيح، معصومون جميعا من النسيان، من السهو من الغلط لكن بالنسبة إلى ترك الأولى الرسول محمد صلى الله عليه واله معصوم أيضا من ترك الأولى أما سائر الأنبياء فليسوا من ترك الأولى معصومين من هذه الجهة إذا الرسول محمد صلى الله عليه واله هو أفضل الأنبياء في كل شيء لذلك الله سبحانه وتعالى جعله أسوة في كل شيء لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. الرسول اسوه حسنه في كل شيء، الايه ما خصصت انه اسوه حسنه في الواجبات، في ترك المحرمات. اسوه حسنه في كل شيء، يعني حتى في قضاياه العاديه في اكله، في شربه، في زواجه، في نومه، في حركته، في سكونه. البعض يسال أن الرسول صلى الله عليه وآله حدث بينه وبين زوجاته قضية كيف نزلت سورة في القرآن حول هذه القضية حسب ما يقول بعض المفسرين أن الرسول صلى الله عليه وآله شرب عسلا عند إحدى زوجاته فاتفقت عائشة وحفصة على أن يقولوا له على أن يقول له أنك في كريحة مغافير وهو نبات كريه الرائحة أفرض مثلا الآن إحنا نقول هذا يخرج من فمه رائحة ثوم مثلا مغافير أيضا نبات كريه الريحة فالرسول صلى الله عليه وآله قرر أن لا يشرب عسلا بعد ذلك وقال لإحدى زوجتيه أن لا تخبر الأخرى لكنها خبرت خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وآله عائشة أخبرت حفصة نزلت سوره كامله في القرآن حول هذه القضيه، سوره التحريم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك الى اخر السوره المباركه. لماذا تساؤل؟ الجواب واضح اهداف كثيره في هذه السوره، من جمله الاهداف ان الرسول هو اسوه. فالازواج في حياتهم الزوجيه يجب ان يتخذوا الرسول اسوه لهم ايضا فلذلك حياته الخاصه ايضا تكون تحت الضوء لكي تقتدي به في حياتك الخاصه كيف تعامل مع زوجاته؟ انت اذا تريد ان تتعامل مع زوجتك تقتدي برسول الله صلى الله عليه واله في صلاتك تقتدي به، في صومك تقتدي به، في حجك تقتدي به في تركك للمحرمات تقتدي به، في قضاياك المختلفة تقتدي به، في حياتك الخاصة أيضاً تقتدي به. فلذا في حياته الخاصة أيضاً معصوم، لأنه إذا ما كان معصوم في حياته الخاصة، إذا كان معرض للخطأ، للسهو، للنسيان، لا يمكن أن يُجعل قدوة وأسوة، والآية بشكل مطلق تقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في إحدى خطب نهج البلاغة يقول وليتأس متأس بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة إذن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لهداية الناس وأرسل الرسول محمد صلى الله عليه وآله لهداية الناس فعلى الناس ان يقتدوا برسول الله، واذا خالفوا امر الرسول هناك عذاب ينتظرهم، الله عز وجل في القران الكريم يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وفي ايه اخرى يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إذن فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول محمد صلى الله عليه وآله في كل شيء هذا هو القسم الآخر من هذه الخطبة ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق هذه كلمة بالحق جار ومجرور اما الباء بمعنى مع يعني بعثه مع الحق القران هو الحق الواجبات المحرمات المكروهات المباحات المستحبات هذه الاحكام التكليفيه كلها حق الاحكام الوضعيه كلها حق كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه واله حق الاخبار التي اخبرنا بها كلها حق هذا اذا الباء بمعنى مع يعني بعثه مع الحق واذا الباء تكون للالصاق بمعنى ومتعلقه ببعثه يعني بعثه متلبسا بالحق يعني هذا البعث بعث حق كان ليس عملا لغوا ارسال الرسل ليس لغو ارسله وكان هذا الارسال حقا لا باطلا بعثه بالحق نبيا يعني يخبر الفرق بين النبي والرسول الكلمتان النبي والرسول كل الرسل انبياء لكن ليس كل الانبياء رسل الفرق من حيث اللغه ان الرسول هو الذي يبعث للناس برساله ليوصلها اليهم ليبلغها اليهم النبي من النبأ مشتق يعني الذي يخبر عن الله سبحانه وتعالى. فكل رسول نبي لان الرسول يخبر عن الله سبحانه وتعالى. لكن ليس كل نبي رسول لان بعض الانبياء يخبرون عن الله سبحانه وتعالى، لكن ليست مهمتهم انهم ارسلوا للناس وانما بعض الانبياء كانوا كالاوصياء لبعض الانبياء الاخرين. يعني الله سبحانه وتعالى اختار نبيا ومعه نبي اخر. هذا النبي الاخر يصدق ذلك النبي الاول، ليس رسولا لكنه نبي. وفي باب الحجه من كتاب الكافي الشريف، هناك بيان اصناف الانبياء. هناك انبياء، هناك رسل، وهناك اصناف اخرون من الانبياء والرسل، بعضهم يرى في المنام، بعضهم يرى الملك في اليقظه. وبعضهم رسول وبعضهم رسول وامام. كما في ابراهيم عليه السلام، كان رسولا وكان اماما، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما، هو كان رسول من سنوات طويله لكن الله اختبره فلما نجح في كل الاختبارات اتمهن قال اني جاعلك للناس اماما، على كل حال بعثه بالحق نبيا دالا عليه وهاديا اليه، الرسول يدل على الله سبحانه وتعالى يمنع الناس عن الشرك وعن الخرافات وعن الخزعبلات ويهدي الى طريق الله سبحانه وتعالى يبين لهم الاحكام والشرائع وطريقة الحياة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الإنسان فدالا عليه يعني يدل الناس إلى الله يعرف الله سبحانه وتعالى إلى الناس. وهاديا إليه يهدي الناس إلى الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى من الشرائع. فكأن الدلالة في العقائد والهداية في الشرائع ولو أنه استعمال الهداية به الأعم من الهداية إلى الله أو إلى أحكامه لكن هنا حتى لا يكون تكرار الأقرب أن دالا عليه يعني في أصول الدين في العقائد وهاديا إليه يعني في الشرائع فهدى به من الضلالة الناس كانوا ضلال فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله هدى كثير من الناس فهدى به من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة الناس كانوا جهال لا يعرفون شريعة وكانوا ضالين عن الطريق فدلاهم إلى الطريق وأخرجهم من الجهل فهدى به من الضلالة نضالين الطريق جاء بهم إلى الطريق المستقيم واستنقذنا به من الجهال يجهلون أحكامهم تكاليفهم والرسول بين لهم وأنقذ الناس من الجهل الذي كانوا فيه ثم الإمام يستشهد بهذه الآية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شنو هو الفوز العظيم؟ ونال ثوابا جزيلا الإمام في هذا المقطع ونال ثوابا جزيلا يعني كثيرا يفسر فاز فوزا عظيما شنو هو الفوز العظيم؟ يعني الثواب بالجنة والرضوان ولكن إذا واحد عصى الله ورسوله، الآية تقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الإمام يبين المعنى ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا واستحق عذابا أليما. هذا المقدار بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه واله. ثم بعد ذلك الإمام يبين حقه على الناس. لأن الوقت الذي الإمام بايعه الناس بالبيعه للخلافه الظاهريه كان فتره اضطرابات وفتن في العالم الاسلامي لانه في اواخر عهد عثمان بسبب سوء تصرف ولاه عثمان من بني اميه اتخذوا مال الله دوله وعباده خوله الناس بداوا بالتذمر كم مره اعترضوا على عثمان لم يغير إلى أن قتلوا عثمان ثم بعد أن قتل عثمان بايع المهاجرون والأنصار والناس بايعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لكن الأوضاع في الكوفة كان فيها اضطراب، الأوضاع في البصرة كان فيها اضطراب، الأوضاع في الشام كانت بوجود معاوية فيها اضطراب، في مصر فيها اضطراب، فجاء أمير المؤمنين في عهد هو عهد اضطرابات ولذا في الخطبة الشقشقية يشير بين الوقت الذي انتخب هو من الناس ولو أن الله كان معينة, معينه للخلافة لكن رفضوا ما عينه الله سبحانه وتعالى لهم قبل ذلك إلى أن جاءوا وبايعوه بعد مقتل عثمان يقيس هذه الفترة بالفترة التي تلت موت أبي بكر حيث استخلف عمر للخلافة يقول شتان ما يومي على كورها يستشهد بهذا البيت من الأعشاء شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري يوم حيان أخي جابري كانت هناك هذا الشعر في, في قضية مفصلة يذكره شراح نحج البلاغة فكان يوم راحة أما اليوم الذي هو راكب على الجمل وهو رديف بصعوبة هذا تشبيه لامر سهل ولامر صعب. الخلافة جاءت إلى عمر بسلاسة، أبو بكر في مرضه عينه، والناس قبلوا هذا التعيين. اليوم الذي أمير المؤمنين جاء إلى الخلافة مع أن بيعته, مع أن بيعته كانت بيعة جماهيرية لا تعيين كبيعة عمر حيث عينه أبو بكر. كانت فترة اضطرابات، لذا اضطربت الأمور. ليست اضطراب في عهد امير المؤمنين بدأ، لا الاضطراب كان بادئ من قبل عهده. فلذا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام اضطر ان يبين حقه للناس لكي ينصروه ولا يخذلوه، ولكن مع الاسف الكثير خذل فشملهم دعاء الرسول واخذل من خذله، والقليل نصر وشملهم وشملهم دعاء الرسول وانصر من نصره، لذا امير المؤمنين يقول: فأنجعوا بما يحق عليكم النجعة بمعنى طلب الماء والكلى، ومن هذا الباب يقال لبعض الاماكن التي فيها نزهه يقال لها منتجع. المراد فأنجعوا يعني فاطلبوا الثواب من الله بما يحق عليكم، لأن الإنسان إذا أدى الحقوق التي على ذمته الله سبحانه وتعالى يجازيه خيرا، فأنجعوا بما يحق عليكم، ماذا يحق عليكم؟ من السمع والطاعة وإخلاص النصيحة وحسن المؤازرة. يعني يجب عليكم السمع أولا. لا تكونوا كالذين جعلوا أصابعهم في آذانهم. لا، اسمع. ثانيا أطع أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر منكم لازم تطيعوهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فعليكم بالطاعة لا كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا ثالثا وإخلاص النصيحة بعض الاحيان الانسان يطيع بالظاهر لكن دائما يفكر في كيفيه الفرار تحين لفرصة يخالف كما خالف كثير من اصحاب امير المؤمنين في غز في في معركه الصفين بداوا بالقتال لكن كانوا يريدون ان يفروا من القتال حاله فرصه رفع المصاحف اتخذوها ذريعه لكي يفروا من طاعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا اللي هو مغشوش يمكن في الظاهر يطيع لكن إذا حصل له فرصة يخالف. الإمام يقول وحس وإخلاص النصيحة نصيحتك خلوصك لازم يكون على أقصى درجة وأحسن درجة من الخلوص. يعني إيجاد النصيحة. وإخلاص النصيحة يعني إيجاد النصيحة. يمكن واحد يسمع ويطيع وهو ناصح حسب النصيحه لكن لا يعرف كيفيه الطاعه كيفيه العمل الامام يقول وحسن المؤازره يعني معاونتكم تكون معاونه حسنه بعض الاحيان واحد من حرقه قلب ياتي ليخدمك لكن يضرك لماذا يضرك لانه لا يعرف كيف ينفعك كيف ينفعك الامام يقول وحسن المؤازره واعينوا على انفسكم هذه النفس اماره بالسوء انت بعزم وجزم اعن على نفسك يعني اعن نفسك على نفسك لتنال الثواب واعينوا على انفسكم بلزوم الطريقه المستقيمه وهجر الامور المكروهه يعني الذي تكره لا تحب القبيحه وتعاطوا الحق بينكم بينكم تعاملكم يكون بالحق لا انه واحد يريد يغش الاخر والاخر يريد يخدع الاخر لا تعاطوا بالحق وتعاونوا بالحق دوني يعني عندي لان الحق مع علي وعلي مع الحق كما قال رسول الله صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي. الحق لا خطا فيه فعلي بن ابي طالب ايضا لا خطا فيه، وهذا من ادله عصمه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، لانه لو كان يخطئ في حال الخطا لم يكن مع الحق، لكن الرسول صلى الله عليه واله بشكل مطلق يقول علي مع الحق والحق مع علي. وفي حديث اخر علي مع القران والقران مع علي، وهذا ايضا من ادله عصمته، لانه لو اخطا في خطئه لم يكن مع القرآن لأن القرآن لا خطأ فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا هو دائما مع القرآن معناه أنه دائما أعماله وأقواله صح، لا خطأ فيها. وتعاونوا دوني يعني عندي وخذوا على يد الظالم السفيح. أخذ بيده يعني عاونه، نصره. أخذ على يده بمعنى منعه. وخذوا على يد الظالم السفيح الظالم الذي لا عقل له قليل العقل لأنه من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الذي قد سفه نفسه فقد رغب عن ملة إبراهيم، فالظالم سفيح لأنه خالف الحق، وخذوا على يد الظالم السفيح، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. واعرفوا لذوي الفضل فضلهم امير المؤمنين مع تلك السوابق اعرفوا فضله الاسلام لم يقم الا بسيف علي ومال خديجه ونصره ابي طالب فاعرف فضل امير المؤمنين لا الطلقاء وابناء الطلقاء الذين في فتح مكه اظهروا الاسلام وكثير منهم كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر ومنهم معاوية بل هو على رأس الفئة الباغية وكما في الحديث الصحيح يدعوهم إلى النار ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار الفئة الباغية الفئة التي كان قاعدها معاوية ابن أبي سفيان عمار يدعوهم إلى الجنة هم يدعونه إلى النار إلى ماذا كانوا يدعون؟ إلى معاوية كانوا يدعون يعني الدعوة إلى معاوية هي دعوة إلى النار اعرفوا لذوي الفضل فضلهم ثم بعد ذلك في نهايه الخطبه الامام ينهي هذه الخطبه بدعاء عصمنا الله واياكم بالهدى يعني الله سبحانه وتعالى نساله ان يمنعنا عن المعاصي يعني يوفقنا للطاعات بسبب الهدايه وثبتنا واياكم على التقوى نحن على الطريق المستقيمه الله يثبتنا على تلك التقوى انا كثير من الناس كانوا على الطريقه المستقيمه ثم انحرفوا. وثبتنا واياكم على التقوى واستغفر الله لي ولكم نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لطاعه رسوله ولطاعه الائمه الهداة من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.